وهذه مكرمة أعطيتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طيب الشيخ وليد هل كان فيها وبتر كذلك مجال للشباب اللي عنده سؤال لكن هل كان في اختلاف التعامل مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته على اختلاف الأعمار على اختلاف الأطباع مثلاً؟ جميل جميل النبي عليه الصلاة والسلام في العدل كان عادلا بين زوجاته يعدل بين زوجاته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته صلواته يحب يحبهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل زوجة ليلتها وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني من محبة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام له هناك مواقف كثيرة مثل جويرية بنت الحارث ابن ضرار رضي الله عنها وارضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم